اسمه الإمام البيسي. الإمام البيسي ده يمكن عايش شخصية بسرعة، ولا مين؟ 99% من العامل في مصر بيشتغلوا الإمام البيسي، عامل الزراعة والطب يمكن ما يعرفوش، لأن هو راجل سيارات فتلاقي حلوم كبير، زراعة بيطري فبتاع، أكثر حاجة بصراحة تزعج. وده مهم جدا في الاتصال وبرضه من الفرد الموظف برايم. مش هتلاقي رسالة تطلع إلا لما يكون اليوزر بقى هو بيستخدمه، هو اسمه إيه؟ راندم ماشي؟ أول كلمة فيه اسمه إيه؟ راندم ماشي؟ يبقى إيه يعني إيه راندم؟ شوية عشان دول بيستخدموه برضه كده. مش كده؟ بيسووا فكرة أول حاجة الفكرة بتطلع بقى على أساسه بتاع البصمة الوصية، وما عملنا بصمة وصية كان مكتوب عليه ده لغاية النهارده وفي المشاريع واساس الكبار، وانا بروح هناك الشوسيه اللي بقى كده رساله كده يقول لي تعالى احنا عاملين فكره برنت في الكلام، استخدمنا يا جماعه فكره برنت في الكلام يا خبر ابيض، ورساله وطالعه الدكتوراه والماجستير وابحاث وبتخلص وشغاله. انا عندي ناس في القسم اللي هي تك اسمهم انت عارف ما كانوش بيعملوا ابحاث استاذيه كاتبين كده طب اتنشر ازاي بقى؟ بس يعني اتنشر طب خلاص يبقى هنتعب نفسنا ليه بقى؟ خلينا في الراوند. طيب احنا بقى على الرابط ولا لازم اطلع بقى كتير الصغار ده فاهم واقول لكم بقى الشباب بقى اللي هيشتغل وجميع الجماعه هو الرابط يعني رندم وكيفات الغرف الرابط يعني رندم يعني عشوائي يعني معنى كده ان هو مش ثابت، معنى كده ان انا قررته تترك بيدوس معنى كده مش هيطلع ايه؟ نفس النتائج او تلقاها في نفس المعمل تاني، وبالتالي هو تكنيك عشوائي، وبالتالي ما بيستخدمش كوميك ابريت، لكن بيبين باين بيرفس، بيبين باين بيرفس. ده الكونكشن في السي ار بارت في الفايس سيجمنت وفي الاتش ار السنسيشن. انا هي ميزه ميزته عن ايه؟ ميزته ايه للراجل ده؟ وبرضه الجرامر بتاعته ايه؟ جاهزه يعني مسلمه. احنا فاكرين احنا قلنا البي سي ار عادي هو ممكن يمسك في اي حته صح؟ وهي نان سبيسيفيك هو مش هيمسك في شيء معين في حاجه معينه ولكن نان سبيسيفيك من 10 ل 12 بيس بير، وبالتالي انا بعمل اي توليفه، اي توليفه من 10 بيسات واعمل توليفات منها ودي اسمها برنامج بيس ار، والشركه تعمل توليفات بقى كذا توليفه وكل توليفه ليها اسم بيسموها باسمه الشركه بتاعها، وبالتالي التوليفات دي هي نان سبيسيفيك تمشي معاك لو حضرتك بتشتغل على ايه؟ بنك ولا على ايه؟ ايوه لو حضرتك بتشتغل على ايه؟ حضرتك عندك جين اي وجين بي وجين سي صح؟ حضرتك بتستخدم برايمرز عشان خاطر تعزلي جين بي مثلا، فحضرتك كنت بتستخدم برايمر فورورد وبرايمر ريفرس صح؟ ده اللي كنا بنستخدمه في عادي، فانا المره دي بقى مش هستخدم كده، انا هستخدم برايمر فلاتر لان انا مش عارف السيكونس دي اصلا، هستخدم برايمرات عشوائيه، البرايمرات العشوائيه دي اي حجمها 10 بيس بير نوت سبيسيفيك ممكن تمسك في اي مكان انا مش عارفه عندي، فممكن اصمم مجموعه كبيره جدا. كل حفاظ كل حكايه ان هو هتمسك لازم عشان يطلع بلد بتوفر حاجتين، ان هي بالصدفه تلاقي الفيلم بتوفر بستيل او موفر ان يكون الفيرميتيشن يكون التو برايفر بيمسكوا في منطقتين عكس بعض. عشان تطلع بلد لازم يمشي في كده وتمشي كده صح؟ فلازم بالصدفه يكون في منطقتين الجينوم فيهم نفس ال 10 دول كده وكده، يكون في اورينتيشن عكس بعض. الحاجه الثانيه اللي اسمها الديستنس، ان كل المسافه بينهم مش كبيره قوي عشان يحصل طريق ريفرنس ولا صغيره قوي عشان يحصل طريق ريفرنس. هنشوف مثلا لو دي درايفر حطيت الدرايفر ده
رميته على في الجي اف على البلوتوث والتقاع والجاي هتشوف الاستقاع. هذا الترينر مسك في ضغط هنا 1 2 3 4 5 مسك في 6 مناطق صح؟ فعشان يطلع برودكت لازم توفر الشرطين. اول شرط هو ايه؟ يمسك حاجتين عكس بعض. وتاني شرط هو ايه؟ المسافه تكون طيب. هنا مسك في الحاجتين دول، مسك هنا ومسك هنا صح؟ طب هو ماسك هنا ما طلعش فيه بندك ليه؟ مسافة كبيرة. لأن المسافة كبيرة، فبالتالي ما عرفش يطلع أي برودكت، لأنه ماسك حاجتين عكس بعض. وهنا ماسك في 1 و2، ما طلعش ليه برودكت بين 1 و2؟ لأنه هو نفس الاتجاه، فمش هطلع أي برودكت، فبالتالي ما طلعش. طب بين 2 و5 طلع برودكت ليه؟ مسافة معقولة. هنا المسافة بينهم إيه؟ معقولة. فالمسافة بينهم معقولة، والاتنين إيه؟ عكس بعض، بتلحق الشرط. والبرايمر راجل لما يلاقي الشرطين اتحققوا يبقى يوزع بالبيزنس ولو تفرق اورينتيشن يروح يطلع ايه؟ بس اول ما لسه بالبيزنس تفرق اورينتيشن يطلع ايه؟ فاهم كده؟ هنا في 3 و4 لاقي ايه؟ الشرطين اتحققوا برضه صح؟ لانه في لسه بالبيزنس في لسه بالبيزنس وفي تفرق اورينتيشن. بالتالي هو طلع هنا بندين صح كده؟ هتيجي حضرتك تستخدمها هي الثانية ممكن يطلع حاجة تانية. طلع من ثلاث بندات كلمينو جينو جينو تايب تاني. وتشتغل غير جينو تايب تالت يطلع مثلا بندات مختلفة وهكذا. فأنا بفرق كده بينه بين كل واحد من الجينو تايب دي فبالتالي بيطلع لي فوليوم الفيزم. فوليوم الفيزم ماشي؟ ده اسمه الرابيد بي سي ار. او راندوم امبليفايد بالور في البرايمر. وكل مره بستخدم البرايمر واحد بس وعمل امبليفيكيشن يطلع لي برودكت مثلا اي وبرودكت بي ويبقى لا باي الاختلافات بينهم. كل ما يكون العدد بتاع البرودكتس مختلف وكل ما يكون احجام مختلفه بتطلع لي حاجات مختلفه. وبالتالي هو بيمسك زي ما بيمسك زي ما كل ما اتكلمنا هو بيمسك برايمر 1 وبرايمر 2 بيمسك في الاتجاه وبيمسك برايمر 2 بيمسك في الاتجاه ويبدا يطلع. في ناس بتستخدمه زي ما شايفين كده بس هو بيبقى البرايمر طبعا بيكون البرايمر واحد بس هو نفس البرايمر واحد بس بيستخدمه عندي في التفاعل بينهم وبعد كده ممكن ان انا اطلع اختلافات ما بين جينوم وجينوم تاني. في واحد يطلع لي باند واحد في واحد يطلع لي 2 باند الجينوم ده يطلع لي باند الجينوم التاني يطلع لي يعني انا بس عايز ارجع تاني هنا مثلا في الجينوم ده مفيش هنا اللي كانت موجوده هنا البند اللي هنا اللي هي مثلا البرايمر ده فهنا ما بيطلعش هنا البرايمر ده مش عكس بعض عكس بعض هنا ما حصلش عكس بعض وبالتالي ما طلعليش ايه؟ لان البرايمر رقم 2 في الجينوم اللي كان موجود هنا ده مش ما لقطش وما عرفش هو تاني اللي تحت ده ما لقطش وعرفت عشان البند هنا ده ما في التجربه اللي فاتت لما عملت هو نفس البرايمر ده استخدمته كان ده وده اتحط هنا وهنا كان في واحد هنا اللي هو عامل لي بند اللي هنا مين مش واخد باله عشان انا كعبس لو في 3 و4 لقطه فطلع لي بند هنا كان في اللي هي 2 دي كان نقطه هنا البرايمر طلع 2 زي كان نقطه شفت لما عملت التجربه دي في العينه الثانيه البرايمر 2 ده ما لقطش في الحته دي بالتالي ما طلعش البند اللي كان فيه ده مش فلما تيجي تعمل جيل هتلاقي فيه بند واحد بس اللي هو بي. اللي هو التجربه اللي فاتت لو تفتكروا التجربه اللي فاتت هتلاقي كان في بندين هنا البند اللي هنا ده كان موجود هو 5 ماشي ودي عينه لو طلع هنا بندين والناحيه الثانيه ما ينفعش غير بند واحد بس لان السيكونس اللي كان هنا ده هو ما لقطش في البند. بالتالي لو انا عملت جبت حضرتك انتقال لي بين عينتين بالتالي انتقال لي بين عينتين حضرتك هتلاقي العينه مثلا الطريقين دي طلع فيها كام بند؟ 2 والعينه الثالثه اللي طلع فيها كام بند؟ 1 ممكن في العينه الرابعه دي ما بنقطش بندات خالص في البيانات الخمسه دي ما فيش بندات خالص فلما تيجي تعمل ده تحليل يا دكتور انت عملت العينه الخرابه هتلاقي ايه؟ هتلاقي العينه رقم 4 دي والعينه الخمسه دي بالهم كلاستر واحد في فيروجني بينهم في خرابه بينهم. طب ليه لو انت قلت الكلام ده؟ عشان خاطر الاثنين دول شبه بعض. ازاي؟ وهم اصلا البرايمر ما لقطش فيهم.
فهل معنى ان ابراهيم ما قالش فيهم ان هو قريب؟ لا لو عملت تحليل خراب في فيلم جن هتلاقيهم الاثنين ان شاء الله وعارفين ان الاثنين ما قالش واحد. مين فيكم عمل ضد ابراهيم؟ مين فيكم اشتغل ضد ابراهيم قبل كده؟ اللي هي علاقات الخراب. يعني انت لو دخلتها على الكمبيوتر وتكون قريب هتلاقي الاربع فاشل قريب، انت ما فيش مكان الكمبيوتر هيفهمها كده. ليه؟ ما فيش اختلافات. ما فيش مكان زي بعض. طب هو ممكن يكون ده ان في اختلافات في بينهم كبيره جدا. يعني هو اللي انا مختار ان انا اطلع الاثنين. ولو انا الاثنين دول اكثر اثنين مع بعض. طب لان ما فيهم بند مشترك. صح؟ الكمبيوتر هيفهمها كده. عشان كده بقول لك الراجل بي سي ار مش تكنيك مظبوط انك تشتغل عليه فكره. لكن هو في الحاله رقم 203 واضح ان هنا في بندين بدل في بند واحد. ممكن يكون هنا في اختلافات كبيره في 4 5 بعد البرايم ما بعرفش اخش. Стоп.